بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم حياتنا. الحلقة النهاردة بعنوان اتيكيت في حياتنا. كتير جدا بنسأل نفسنا الاتيكيت هو حكر على طبقة معينة، وهل هو معناه شوكة وسكينة وبس، ولا معناه حاجات تانية؟ النهاردة في الحلقة هنعرف كل حاجة تخص الاتيكيت. طيب، أول حاجة خلينا بس نقول الاتيكيت كلمة جاية من أي بلد ومعناها إيه. الاتيكيت هو أصل الكلمة فرنسية، وكان جاية من ان في ملك لويس كان عامل حفلة، والناس كانت في حالة هرج ومرج، وكل واحد ماشي في مكان مش عارف يمشي من اي اتجاه. فالملك لويس فكر وقال انا هعمل زي تاكتس الناس تمشي عليها علشان تعرف تمشي في اي اتجاه، وبناء عليه التاكتس كلمة تاكتس تحولت وبقت اتيكيت. طيب، ففي الكتب اللي احنا درسناها وقرناها الاتيكيت هو حسن التصرف، هو الذكاء الاجتماعي، هو ازاي ان انت تحب نفسك علشان تقدر تحب اللي حواليك. معقوله الاتيكيت معناه كل ده؟ طيب، بدايه هل في اتيكيت مع نفسي انا كانسان؟ اكيد. طيب، في اتيكيت قبل ما اتجوز ان انا اتصرف مع الشخص اللي انا بتعرف عليه؟ اكيد. طيب، مع أسرته، مع جيراني؟ لا، دي حاجات المفروض فطرية، مش مفروض ان احنا يبقى فيه اتيكيت عشان او كتالوج يقول لنا نمشي ازاي. طيب، في خلال حلقتنا النهاردة في برنامج حياتنا هنعرف كل حاجة من اللي انا بقولها دي. طيب، بداية انا لما اجي اتعرف على بني ادم مثلا علشان نرتبط ببعض، انا بس عايزة انوه على حاجة، ان احنا في شهر 3 وعيد الام. طبعا دي حاجة برضو از اتيكيت بقول لكل الامهات كل سنة وانتوا طيبين، وبخص بالذكر مامتي كل سنة وهي طيبة، وطبعا حماتي الجميلة كل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة وربنا يخليكي لينا. واز اتيكيت ما ننساش الابهات، بقول لبابايا كل سنة وانت طيب وحماية ومنورين يا رب الدنيا كلها. ندخل بقى في الموضوع، انه انا دلوقتي لو انا عايزة اتعرف على حد، عايزة جواز تقليدي، جواز عن حب، هو المفروض انه الفترة دي انا بكون بطلع احسن ما عندي. طيب، الاتيكيت بيقول ايه علشان اقدر ابني حياة سليمة، حياة عن يقين، حياة عن عقل راجح؟ المفروض اني اقعد معاه وابتدي اكتب ستابس كده في ورقة وقلم، المفروض انه انا هقدر اعمل كذا وكذا وكذا، وده الاتيكيت اللي بيقول، مش احنا. واللي بيعمل كده في حياته من البداية بيقدر يكمل على ثبات و راحة. اللي بيكتب في ورقة وقلم، انا هقعد مع الشخص اللي انا عايزة ارتبط بيه ونكتب في ورقة وقلم انا بعد ما اتجوز انا هقدر اقوم بكذا وكذا وكذا، ومش هقدر اقوم بده وبده وبده، نكون على يقين من البداية. وبيكون في زي بنود كده، انه في حاجة لطيفة جدا بتتكتب، كل العرايس بتبقى متمسكة بيها، وهي القايمة، مجرد بس شوية كراسي وشوية هدوم، وبنبقى بيحصل خناقات كتير قوي علشان العريس يمضي عليها، وبنتلاشى تماما اللي اهم من القايمه، وهي قايمه عباره عن قايمه صفاتنا مع بعض. انت فعلا هتفضل، انا شفت مره يعني عروسه وعريس عملوها بدون ذكر اسماء، كتبوا بعدوا تماما عن القايمه بتاعت العفش والديكور واللبس والحاجات دي كلها، وابتدوا يكتبوا قايمه انا هعمل كذا وكذا بعد الجواز، يا ترى انا هفضل على عهدي معاكي؟ وطبعا هو بيمضي، وهي كمان بتمضي. طيب، تعالوا نعرف اكتر عن الموضوع اللي انا بتكلم عليه ده، وهو موضوع العريس والعروسة، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن موضوعنا الاتيكيت في حياتنا. قبل الفاصل تناولنا موضوع مهم جدا، وهو لما اجي اتعرف على بني ادم علشان ارتبط بيه المفروض ايه الخطوات الصح از اتيكيت ان انا اتبعها. طيب، احنا اتكلمنا على ان المفروض نحط بنود انا والشخص ده علشان نقدر نكمل حياتنا. الجواز مش بس فسح، مش بس شهر عسل، مش بس فرح، لا، الجواز هي عبارة عن شركة، شراكة بيني وبين شخص. احنا هيكون في اطفال ما بيننا، هيكون في حياة كاملة، اسرتين بيتجوزوا، انا مش بس لازم اشوف هو الشخص ده
شكله بيشتغل ايه، لا انا كمان لازم احب اهله واتحب من اهله. وكمان الاتيكيت بقى بيتدخل هنا في ازاي ان انا اخلي اهله يحبوني. هل في خطوات معينه اكيد وهنذكرها بعد شويه. طيب انا بدايه بجيب ورقه وقلم وبكتب البنود. انت بعد الجواز مين هجيب طلبات البيت؟ ودي حاجه منتهى ال 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 الخطوات الاولى للنجاح، منتهى المصداقيه مع النفس قبل اي شيء. يعني غير ان احنا نتكلم في شهر العسل، وغير ان احنا هنعمل فرحنا فين، والتشوك اللي بتبقى بعد الجواز، لا احنا مين هيجيب طلبات البيت؟ طيب لو حصل انت ممكن تساعدني في البيت. احنا متوارثين طبعا في ديننا الجميل وكل الديانات الحلوة انه الزوج بيساعد زوجته، ولكن احنا في الزمن اللي احنا فيه ابتدى الزوج يشتغل شغلانتين وثلاثة، فتيجي الزوجة حد يزن على ودنها ويقول لها ايه ده، هو مش بيساعدك ازاي؟ هو المفروض يساعدك، المفروض يعمل ويعمل ويعمل. هي ملهاش عينين مثلا تشوف انه هو بيشتغل بدل المهنة واحدة مهنتين، فبيتعب قوي، فمش هيقدر ان هو يساعدها في البيت. فدي حاجة هي لو شافتها او حستها بنفسها هيبقى هو مقدرها جدا جدا. فالمفروض ان احنا نكتب في ورقه وقلم مين هيجيب طلبات البيت، انت هنعمل ايه، هنسوي ايه. طبعا في البدايه بيبقى احنا بنتعرف على بعض كشخصيه، بنتقبل بعض، اوريدي حصلت الخطوبه، بنبتدي بقى في الستاب اللي بعد كده. ومعظم الكورسز اللي بتتاخد في الجواز، يعني لما حد اتنين بيروحوا ياخدوا كورس في الجواز بيعملوا ده، ان هم مش بس انا هنروح شهر عسل واو في المكان الفلاني والفرح هيبقى في القاعة الفلانية وانا عايزة فستان واغير مرتين و و و و لا، انا كمان بشوف انا هعمل ايه في حياتي. لازم يعني مامتي وبابايا يساعدوني في الجزئية دي، وهي ان انا اتمرن في البيت على الحياة الزوجية، زي ان انا اقوم بمهام البيت. لان التشوك برضو نمبر تو بقى والتانية هي ان انا بتجوز الاقي انه انا مسؤول مني فطار غدا عشاء، ممكن اكون مش مستعده لاني اخلف الاقي انه في بيبي جاي، فبيبقى المجهود اقل والشغل اكتر، في حين ان انا كنت في بيت اهلي مفيش مجهود ومفيش شغل. فبالتالي اول تشوك في الجواز هنا الاتيكيت بيقول لنا انه البنود اللي انا بعملها دي لنفسي وبيني انا وشريك حياتي بتسهل عليا وبتخليني اعرف انا هعمل ايه وايه هيتعمل لي. وبدل القايمة أنا بسميها إنه هي حاجة فيك جدا، حاجة ملهاش أي لازمة. أنا لو انفصلت عن شريك حياتي مش هيبقى مهم عندي إن أنا أخد شوية كراسي وهدوم، على قد ما أنا مستقبلي ضاع. وأنا بشوف إن الحب بيجي مرة واحدة بس، هي إن أنا بنقي حد، هو جواز كمان دنيا وآخرة، مش فكرة إنه ده راح حد يجي تاني مكانه. وطبعا هي تقبل شخصيات، علشان كده مهم جدا ان احنا نركز قوي قوي في اختيارنا، نركز ونتمعن ونشوف هو حد بيتقي الله ولا لا، حد عنده دين ولا لا، انا اتحبيت من اهله ولا لا، عملت الستبس اللي عليا وفعلا نجحت فيها ولا لا. طيب انا كتبت البنود مع شريك حياتي، كتبتها وهو قال لي انا هعمل ده وانتي هتعملي ده، انا مثلا هجيب طلبات البيت. طب لو في يوم تعبت انت هتجيبيها؟ انا اوكي هجيبها. طب لا ده انا مش هقدر اجيب طلبات البيت، انت اللي هتجيبيها. طبعا انا ببقى متخيل ان انا هروح اجيب الشيبسي والحاجات اللي انا بجيبها في بيت اهلي، لا الطلبات بتتجاب، وممكن بعد كده تبقى بتنزلي بصوره معاكي بيبي وبتنزلي بصوره دوريه. فمهم قوي 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 البنود دي، مهم الورقه والقلم ونقعد مع بعض، لان انا بقول ان الجواز فعلا شركه، يا تنجح يا لا قدر الله تفشل. والفرح وشهر العسل ده آخر حاجة، آخر حاجة بنكتبها في البنود، لكن أهم حاجة هي الحاجات اللي احنا هنتعايش بيها. طيب أنا الصبح مثلا مش هقدر إن أنا أفطرك الصبح، ده فعلا فعلا أنا بشوف إن أي اتنين مقبلين على الجواز بيعملوا ده، لأ أنا مهم عندي وجبة الفطار. طب نتداول في الموضوع ده، ما يحصلش ده بعد الجواز، أنت ما بتفطرينيش، أنت مهملة في البيت، أنت مش عارفة تعملي أكل، انت ما بتجيبش طلبات البيت، كل حاجه عليا. اوريدي احنا ما اتكلمناش في ده قبل الجواز، احنا اتجوزنا صدمنا، كنا بنخرج مع بعض نقعد على كافيه، كنا بنفكر في الفستان وشهر العسل، وبعد الجواز اتفاجئنا بكل الحاجات دي. وزي ما قلت مهم على الام والاب ان هم يعرفوا بنتهم ازاي الحياه المصغره من البيت. فكره ان هي توضب اوضتها دي مش دي وهي طفله، لكن لما تبقى انسه انت كأم
ارتاحي وسيبيها هي تقوم بمهام البيت كله، خليها تحس انه بعد ما اتجوزت انا ارتحت، لاني بدل ما كنت بعمل في البيت لمامتي وبابايا واخواتي انا بقيت بعمل لشخص واحد بس، خليها تحس انه الموضوع بقى اخف ما بقاش اتقل. وامشي مع بنتك ستيب باي ستيب ازاي ان انا وهي طفله، هندخل بقى المرحلة تانية وهي اتيكيت التعامل مع الأطفال، وأنا طفلة مامتي بتخليني أرتب أوضتي. طيب في أمهات تقولي لأ أنا ما بحبش أخلي بنتي ترتب أوضتي علشان أخليها تمارس طفولتها صح وأخليها تلعب. لأ، في الاتيكيت بنقول إن أنت لازم تخليها تشيل جزء من المسؤولية وهي إنها توضب أوضتها، لأن هو ده بيتها الصغير علشان لما تكبر تبقى قادرة إنها توضب بيتها الكبير، بيتها اللي هو بيت باباها، عشان تتأهل ان هي تبقى زوجة نظيفة وشاطرة. والجواز كمان انه دلوقتي واحد راجع من شغله جعان، هو ممكن لما ما يلاقيش اكل في البيت يتعصب ودي هتأدي المشكلة، بلس كمان زائد كمان انه هو لو لقى اكل وحش برضه هيتعصب، فاحنا كده بنعمل مشاكل من غير اي لازمة. فبالتالي الام والاب عليهم دور، عليهم دور. البنت كمان مهم جدا انها تبقى عارفه ان ده واجبها وانها تساعد مامتها في انها تقول اوكي وتبقى عارفه انه ده الامر الطبيعي علشان اتجوز. طيب اتيكيت التعامل بقى مع الاطفال، انا دلوقتي عندي بيبي صغير، المفروض ان بابا يساعدني في تربيته ولا لا؟ طيب امتى يبتدي بابا يتدخل وامتى انا اكون مسؤوله عنه؟ من بدايه السنه، من بدايه ميلاده لحد السنه الاولى هو ابني انا والطفل بيلعب بيه شويه، الاب بيلعب بيه شويه او بيلعب معاه شويه. طب هو ده صح؟ ايوه صح. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الطفل في الوقت ده عايز يغير، عايز ياكل يرضى يعني، عايز يكون في رعايه امه from A to Z من الالف للياء. الاب هنا في الشغل لما بيرجع بيكون زي ما احنا قلنا ان هو تعبان، ما عندوش استعداد ابدا ان هو يسمع زن اطفال، وانا كأم طول النهار في زن وما نمتش. بس زي ما قلت من البداية احنا بنبقى متفقين مين هيعمل ايه ومين عليه ايه، وفي نفس الوقت لو الشخص اللي انا متفقة معي حصل له دروب انا من نفسي بحاول ان انا اعينه واساعده. اوكي احنا معانا تليفون من اسماء من كفر الشيخ. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي، اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. طيب استأذن حضرتك ممكن تسمعينا من التليفون افضل لان التلفزيون عامل صدى صوت. اه كده كويس. اتفضلي يا فندم اتفضلي. يعني مثلا هو لو جت هات ماله يعني الحماقه هو. طيب حاولي تكلمينا تاني يا اسماء، هنستنى تليفونك. طيب نرجع نكمل موضوعنا. بالنسبه للاطفال انا مهم جدا عندي ان انا اعود طفلي على ان هو يهتم باوضته. طيب في البدايه بتاعت الميلاد لحد سنه انا بكون مسؤوله from A to Z او من الالف للياء زي ما قلت عن ابني او عن طفلي. الاب هنا بيبقى له دور في حاجات زي ان هو يجي يشيله عني شويه عقبال ما انا انام، بس مش هقوله بقى حتى لو انا تعبانه هو ممكن يغير له مره. لكن في بشوف زوجات بتبقى عرايس جداد الجروبات بقى اللي الجروبز اللي على الفيسبوك تقول لا انا جوزي بيغير لابني، لو انا غيرت له مره هو بيغير له مره، لو انا غيرت له مرتين هو بيغير له مرتين. طيب انا باجي اقلد تقليد اعمى واقول له لا ده انا شفت على الجروبز وهو ده الصح، احنا كده جوازنا مش صح وانت كده جاي عليا، واحنا بقى ما كناش عملنا الستاب الاولانيه ان احنا اتكلمنا مع بعض وقلنا ايه اللي ليه وايه اللي عليا ومفروض ان احنا نتصرف ازاي مع بعض. ببتدي ان انا اسمع واشوف كلام على الجروبز غلط، ممكن واحده تبقى قاعده تحت البطانيه مش لاقي حاجه تعملها وبتكتب كلام غلط، وممكن واحده تانية جوزها يكون بيشتغل شغلانه بسيطه فعنده وقت فاضي وهو حابب كده، فكل حاله مش زي التانيه. طيب نيجي نلاقي انه انا حالتي مش هينفع ان انا اقارن نفسي بحد تاني، وفي نفس الوقت دايما اللي عايز يكون ناجح واز اتيكيت برضو كاتيكيت ما يبصش لحياة حد ابدا لا اعلى ولا اقل. ليه؟ علشان يقدر يركز في حياته.
وكمان الدنيا دلوقتي بقت زحمه، اطفال، بيت، شغل، حاجات كتير جدا. فانت لو ركزت في حياتك هتنجح جدا جدا من غير ما تبص لحياه الناس. طيب انا دلوقتي ابني عدى سنه وابتدى ان هو يبقى له حركه، كلام، دخل على السنتين وابتدينا ان هو يتصرف تصرفات او يتكلم كلام مثلا، ممكن ابتدى يقلد شتيمه، ابتدى يقلد حاجه هنا، لا ابتدينا ان الاب يتدخل في ان هو يقومه معايا. الاب هنا بيبقى له دور في التربيه وهو دور ان انا القوامه، ان انا هرجع لبابا هقول لبابا. الام عليها 90% من البيت، عليها جزء كبير قوي. علشان كده احنا بنقول ان مهم وانت بتتجوز انك تختار ست عاقله تبقى فاهمه يعني ايه جواز، لان فكره ان انت تخلف وتجيب اطفال للمجتمع ممكن الام تديهم موروثات ثقافيه عن الدين وعن الحياه مغلوطه تماما، وبالتالي انت بتتعب وبتشقف حياتك علشان تكبر زرعه هي مش ناجحه، هي زرعه مش كويسه. فانت بالتالي بتتصدم في وقت معين. علشان كده من البدايه لازم ان انت تعرف دماغ الست اللي انت هترتبط بيها دي عامله ازاي. هي انت مثلا طبعا كلنا عارفين ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال تنكح المراه لمالها وجمالها وحسبها ونسبها فاصفر بذات الدين تربت يديك. يعني احنا شايفين انه الشروط اتقالت قدامنا واحنا قدامنا العرايس مثلا بنختار، لو انا مش حابب شكل واحده ما كملش، لا ده هي مؤدبه وكويسه وانا عايزه اتجوز عشان انا سني اتاخر، ما تتجوز، لازم تكون مقتنع بيها 100% او 100%. هي مش عاقله قوي ومش متدينه قوي، بس بعد الجواز هتعقل وهتكون متدينه، مش هتتغير. انت لو عايز واحده خدها زي ما هي، ممكن تتغير لو هي عايزه تتغير. كمان في مقوله بتقول ان الطبع بيغلب التطبع. انا مش مؤمنه بالمقوله دي، لان شايفه ان الطبع ممكن يتغير، ممكن يتغير، ولكن لما يكون الشخص نفسه هو اللي عايز الطبع ده يتغير. يعني مثلا لو حد عصبي قوي وهو عايز يبطل عصبيه، هتختلف عن لو انا اللي عايزاه يبطل عصبيه، وبرده هتختلف حسب هو قوة إرادته عاملة ازاي. يعني حد عايز يبطل عصبية وهو قوي عنده قوة إرادة، وحد تاني عايز يبطل عصبية وهو ما عندهش قوة إرادة، ولكن في طبع ممكن يتلغي ويتكنسل ويتقلل تماما ويتقوم، ممكن جدا 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 وبتحصل. ممكن سلوك حد يتغير ويتعدل ويتبدل تماما ويبقى من شخص عصبي لشخص هادي وعنده ثبات انفعالي وبيفكر في الكلمة قبل ما يقولها، حاجات كتير جدا. ولكن لما أنا من جوايا أكون عايزة أتغير. فعلشان توصل للمرحلة دي مع شريك حياتك وتبتدي إن أنت تقول أنا هغيره، طب افرض هو ما عندوش قوة الإرادة اللي تخليه يتغير، بلس كمان إن هو ما عندوش الاستعداد، هو شايف إنه مش عصبي. طيب عندنا تليفون من أستاذ خالد كفر الشيخ. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. انت نورت الشاشه دكتوره. ميرسي، اتفضل. والله الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه ده يعني بصراحه ساعدني جدا، لان يعني المفروض تتاكدوا عليه جامد، لان هو فيه مشاكل كتير. بالظبط يا فندم، حضرتك عندك سؤال؟ يعني انا يعني بشكرك لان انت دكتوره عندك وعي كويس بالنسبه للفتيات وخاصه مشاكل الشباب. مرسي جدا يا استاذ خالد، مرسي، ويا رب الحلقه تكون عجبتك. كل كفر الشيخ بفضل الله، بشكرك يا دكتوره. مرسي 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 يا استاذ خالد، نورتنا بتليفونك. نشكر استاذ خالد، مرسي. طيب نرجع لموضوعنا وهو الطبع اللي انا متخيل ان هو هيتغير بعد الجواز. ببتدي ان انا اربي الطفل مع الاب، مش كل حاجه اكلم الاب وهو في شغله واقول له الحق ده عمل وعمل، الحق ده حصل كذا وكذا. هو في كده مثل، انا مش بؤمن بالامثله الشعبيه قوي، بس في امثال كده بترن في وداني، انه اللي على البر شاطر. لما انا اكون قاعده في البيت
ومشغله التكييف او المروحه وقاعده في الظل وهو طالع عينه في الشغل، وابتدي انا اكلمه انت سايبني لوحدي انا طالع عيني انا حصل وحصل وحصل. طيب هل ده من الاتيكيت؟ اكيد لا. انت ممكن تلجئي لصديقه ليكي، ممكن تلجئي لمامتك، لحد من قرايبك تفضفضي وتطلعي الطاقه السلبيه، لان انت كمان مضغوطه، انت كمان مش بتنامي، عشان برضو ما نجيش على الام، انت كمان مش بتنامي. بس هنا بقى احنا في الاتيكيت بنقول لك تتصرفي ازاي لما اكون انا عندي طاقه سلبيه، بس هي صاحبتي مش مسؤوله معايا عن ابني، انا المفروض اكلمه، هو اللي المفروض كان يجي يشيل ده، ميعاده هو، واحنا متفقين على كده من قبل الجواز. بس برضو احنا كنا متفقين انه لو حصل ظرف طارئ انا هراعيه وهراعي الظروف بتاعت الحياه. هي مش قاعده في الرياضه انا بمشي عليها عشان احل مساله قد تكون في يوم وقعت مني لضرب ما في شغله او. وهنا بيقولوا الست عاقله، ست عاقله لان اتربت في بيت، انا لو عندي مثلا بنت هربيها على حاجه وهتصرف مع باباها بنفس التصرف اللي انا بربيها عليه. يعني انا بربيها مثلا على انها توطي صوتها، وطول الوقت صوتي عالي في البيت، وبعدين تحت مبرر انهم هم بيعصبوني. طب معلش انت ازاي عايزاهم يوطي صوتهم وانت اوريدي صوتك عالي؟ انت بالفعل صوتك عالي. عايزاها انها لما تكبر تحترم جوزها وتوطي صوتها وهي بتكلم جوزها، وانا بالفعل صوتي عالي مع جوزي وبنتناقش نقاشات حاده جدا قدام الاطفال. انا خليتها تكره الجواز وتاخد فكره عن الراجل انه المفروض ان انا اتكلم معاه وصوتي يعلى. بس مبدئيا عايزه اقول ان انت كانثى مجرد ما صوتك بيعلى انوثتك بتروح. طيب اعمل ايه؟ ده الاطفال والبيت والضغوطات، وانا بطبق باليومين ما بنامش، بقوم بعد التطبيق ده كله المفروض ان ورايا شغل بيت، ولو بشتغل كمان هنزل ولادي الحضانه. طيب معانا تليفون من استاذه نرمين القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذه نرمين، اتفضلي. لو سمحت دكتوره كنت عايزه اسال سؤال، بس هو ممكن يكون بره الموضوع شويه. اتفضلي. لو سمحت انا دلوقتي بس مخطوبه لواحد. ايوه تمام. ودي خطوبه، يعني دي جوازه ليا للمره الثانيه. فانا بحس من طريقه التعامل معاه ان هو ميال شويه لامه او اخته، وما يهمهوش مراته، والمهم عنده ان امه واخواته البنات وكده. فانا مش عارفه انا كده ممكن اوقع نفسي في مشكله ولا. قبل ما تقفلي بس عايزة اسألك على حاجة، يعني ايه ميال؟ يعني ايه الحاجات اللي خلتك تقولي انه ميال؟ بس الكلمة دي كلمة تشمل حاجات كتير اوي، انتي تقصدي بيها ايه؟ يعني يا دكتورة مثلا ممكن اقولك انا امي واختي عندي كل حاجة، انا ما يهمنيش حد الا امي واخواتي، محدش يقدر يزعلهم. ايه اللي بيخليه يقول كده؟ انتي بتهاجميه مثلا او بتهاجميهم؟ ما هو لو بتهاجميهم هو طبيعي انه يقول كده، ولو ما قالش كده يبقى هو مش هيبقى له خير فيكي. بس ولا بيقول كده من غير ما انت يعني تهاجميهم؟ لا من غير حاجه. لا من غير حاجه دكتور. من غير حاجه بيفضل يقول لك انا مامتي واخواتي كل حاجه وهم عندي كل حاجه؟ طب وعشان انا جربت التجربه دي قبل كده فقلقان شويه. طيب اوكي هجاوبك. هو بس انا بشوف انه فكره ان واحد يقول انا مامتي واخواتي عندي كل حاجه هي حاجه حلوه، حاجه تفرح. انا لسه من شويه قايله ان هم عيلتين بيتجوزوا. انا بجيب جده لولادي وبجيب عمه لولادي، مش باخد واحد من قرايبه. يعني في كده مفهوم متوارث غلط. انا بتجوز جوه عيله مش علشان اخد الشخص ده، انا متجوزاك انت بس. مش مفروض بقى ان انا اروح ازور اهلك ولا اكلمهم ولا يبقى في بينا كونتاكت؟ لا، انا متجوزاك انت بس، فبالتالي اي تزاور بيني وبينهم انا كده بتجاب عليهم، او ان انا بقدم فروض الولاء والطاعه. كمان مهم ان انت تعرفي نوع شخصيه حماتك. هل هي من النوع، يعني في انواع حموات كتير هنقوله بعد شويه، وانت تعرفي ازاي تتعاملي معاها. اول حاجه لازم تقوليها لها. طيب معنا تليفون من استاذه حنان من القليوبيه. الو، اهلا حضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذه حنان، اتفضلي.
اهلا بيكي يا دكتوره. اهلا بيكي. حضرتك، انا زوجي يعني من ساعه ما عرف ان انا كنت بحوش وبعين فلوس ما بقاش يديني دلوقتي، ما بقاش يعني، رغم ان انا يعني صرحت وقلت له انا بوفر وبعين وكده، فمن ساعتها ما بقاش يعني يديني فلوس خالص، يديني هو يجيب كل حاجه لكن ما يدينيش اي قرش، حتى لو انا خارجه ما يدينيش اي مصروف معايا. طيب سؤال، هو ظروفه المادية، وحسيت انه اتفضلي. حسيت ان هو بقى بخيل كده يعني عليا. هو ظروفه المادية مبسوط جدا وكويس، تمام، اوكي. يعني مثلا ممكن يكون هو بيسد في حتة تانية اقساط معينة، او ما صدق ان انتي ريحتيه في حاجة فاعتمد عليكي. لا ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجة منه. طيب اوكي، جاي يا استاذة حنين هجاوبك. احنا بس ما كملناش السؤال الاولاني، وهرجع اجاوب على سؤالك علشان ما ينفعش ان احنا بس نسيب الاسئله من غير ما نكملها. فكره ان انت الاتيكيت في التعامل مع اهل الزوج، انت بتتعاملي معاهم، هو اول سنه بتبقى شويه لخبطه، انا مش عارفه ايه اللي المفروض اعمله، ممكن كمان انت التجربه التانيه ليكي، فعلشان كده انت عندك شويه حساسيه، كل حاجه بتقارنيها بالتجربه الاولانيه. بس صدقيني مفيش حد بيلاقي اللي قدامه كويس وهيبقى وحش، وانت يعني الناس الوحشه قوي 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 دي بلاش منها خالص، ما تكمليش. يعني ممكن بتكون في حما مش متدينه، ما تعرفش مثلا انه كذا حرام او حلال، او ليها بتسلك طريق اخر غير ان هي تبقى ست. طبعا يعني احنا عارفين الستات الكبيره ممكن تبقى على صغيرة شوية، ممكن تبقى حساسة شوية، ممكن تفهم الموقف بشكل غلط، كل ده حاجات انت المفروض تحتويها، وده دورك وده مهمتك ودي مهمتك. ولكن النوع الآخر اللي احنا بنسمع عنه من الحموات، اللي هي بتكون بعيدة كل البعد عن ربنا، ما تعرفش اي نوع من انواع الاصول، بالتالي انا مش هينفع اصلا اتكلم معاها. اتكلم معاها بناء على ايه؟ ما هو هقول لها حرام او هقول لها عيب او هقول لها غلط، هي مش فاهمه ان ده في حاجه اسمها اصول او دين، فانا هتكلم معاها على اي اساس؟ يعني اتنين تخاف منهم، وما ينفعش ان انت تتعامل معاهم وتبعد عنهم تماما، اللي ما يعرفش الاصول واللي ما يعرفش الدين ده تبعد عنه تماما، لا تعاتبه ولا تقول له انت قلت ولا عملت، لانه مفيش مرجعيه تتكلم معاها، مفيش اساس ان انت تتكلم عليه. فانت الوحيده اللي هتقدري تحددي هو ينفع اكمل معاه ولا لا. طيب معانا استاذه منى من البحيره. الو الو، ايوه استاذه منى اتفضلي. ايوه دكتوره، والله عايز اسالك سؤال. اتفضلي. دلوقتي ابني عندي جامد جامد وشقي، مش عارفه اتعامل معاه خالص. عينة دي ازاي؟ انتي مش بتعنديه؟ عارفه اتعامل معاه. انتي بتعنديه يعني بتقفي عايزه قدامه؟ اعرف يعني طريقه للعلم. اوكي تمام هجاوبك. الاطفال العناديه، انا هجاوب عليكي سريعا، الاطفال العناديه بتكون عايزه اللي قدامها ما يبقاش عنادي معاها. طبعا ده في اتيكيت الاطفال، كان كتاب اسمه فن الاتيكيت لدكتوره جميله قوي، وكانت بتقول ان العند ما ينفعش يتعالج بالعند. انا عندي طفل عنادي، ابتدي احتضنه، ابتدي اجيب له هدايا على قد برضو ظروفي الماديه، حتى لو بونبونيه ما يعرفش عنها حاجه، في وقت ما يتصرف تصرف انا مش شايفه ان هو واو، بس مجرد بس ان هو قال اوكي على حاجه او عمل اي حاجه انا بتلكك له عشان اديها له، هو هيبتدي عايز ياخد تاني، فهيبتدي يسمع الكلام تاني وتالت. معليش صوتي في البيت طول الوقت، لان الطفل لما بيلاقي صوت الام والاب بيعلى، هو كمان النرف بتاعه وصوته كمان بيعلى، بلس كمان او زائد ان هو بقول له لا يقول لك هعمل، فانت ممكن تتجاهليه، ما تركزيش معاه قوي. وموضوع الهدايا البسيطه على قد مقدرتك الماديه زي ما قلت، حتى لو بنبنايه هتفرق كتير جدا. في كمان حاجه مهمه جدا. طيب ناخد تليفون من استاذ عادل من القاهره، وانا ما جاوبتش استاذه حنان هجاوبك. الو. السلام عليكم، ازي حضرتك يا فندم؟ وعليكم السلام يا استاذ عادل، اتفضل. منور البرنامج حضرتك. ميرسي يا فندم، اتفضل. حد والله يا ريت تنصحي الناس المتجوزين ان الست كل ما تبقى صوتها واطي مع زوجها وتطلب الحاجه برقه هينفذها حتى لو هو مش عايز. طيب اوكي حاضر، تمام يا استاذ عادل، هيرضى بالكلمه ويوافق يعني.
تمام يا استاذ عادل، ميرسي خالص. طيب استاذه منى، انا جاوبت على موضوع العند. استاذه حنان من القليوبيه، كنتي بتقولي على ان موضوع ان زوجك لما عرف ان انت بتحوشي ابتدى ما يديكيش. طيب انت المفروض مبدئيا تتكلمي معاه وتقولي له ان الطريقه دي مش عاجباكي، وان انت ابتديتي تتضايقي، وعلشان كده انت ما بقيتيش عارفه تحوشي، لان ده اثر مثلا على نفسيتك. عفوا. وابتدي تناقشي معاه. انا بشوف ان النقاش هو اسلم وسيله لان احنا نحل اي مشكله، ويا تقنعني يقنعك. احنا في بينا حوار ونقاش، وانا بقنعك او انت تقنعني. فانت قولي له انا كنت بحوش علشان الفلوس دي ما جيش جنبها، علشان نشتري مثلا فيما بعد حاجه لاولادنا، حاجه هتنفعنا، ولما انت ما ابتديتش ان انت تديني الموضوع ده اثر عليا بالسلب، علشان كده انا كنسلت او لغيت موضوع ان انا احوش. وشوفي هو هيقول لك ايه. انت بس الوحيده اللي تقدري تحددي هتعملي ايه بناء على رد فعله. لو هو قال لك انا اعتمدت عليكي علشان انت بتحوشي، فقولي له انا لغيت موضوع التحويش ده، او ممكن يكون هو عنده ظروف ماديه حصلت له ومش عايز يقول لك. اتكلمي معاه، يعني اقصد الكلام هو الحل. طيب يا استاذ عادل، حضرتك عايزني انصح الستات ان هما يتكلموا بصوت واطي. عامة لقمان الحكيم قال لابنه واغضض من صوتك، يعني سواء راجل او ست، يعني المفروض ان الانسان بطبيعته ما يبقاش صوته عالي. الصوت العالي ده مزعج جدا، بنستخدمه في حالة واحدة، لما ننده على حد هو بعيد. سواء راجل او ست، مش مفروض ان احنا يبقى صوتنا عالي، مش بس الست. طيب انا بس عايزه ارجع للاستاذه اللي كانت مخطوبه وبتتكلم على اهل الزوج. صدقيني انت لو اتعاملتي معاهم بالحسنى هتلاقي كمان الحسنى. استاذ احمد من الفيوم، الو. الو يا فندم. اهلا يا استاذ احمد، اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل. انا حضرتك بس ابني كل ما اجي اكلمه او حاجه تمام يعيط، يعيط باستمرار. عنده كم سنة؟ هو عنده حاليا 7 سنين. بيعيط؟ 7 سنين. حضرتك بتكلمه يعني بتقول له أوامر مثلا؟ لا، مثلا عمل حاجة غلط، عمل حاجة غلط فبنصحه، فلاقيه يبقى وانا انا يعني واجهتي الكاريزما بتاعتي، هو متخيل ان حد قوي دايما. ما سمعتش الجملة الأخيرة يا فندم. يعني هو دايما شايفني كأني حد قوي عليه. تمام، اوكي. والله يا استاذ عادل، يا استاذ احمد سوري، هو اولادنا هم مرايه لينا. يعني ابني لو طول الوقت بيضحك وكويس فده مرايه لتربيتي انا ليه، ولو هو خايف فده عشان انا بخوفه. فحضرتك محتاج ان انت بس 7 سنين. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الضرب حتى ليه شروط، وقال كمان ان احنا نضربهم في سن معين. هو في سن 7 سنين ده ما ينضربش اصلا، مجرد حتى ان انت لو عايز تضرب هتضرب ضرب اللي هو التهذيب، يعني كده كده حاجه كده، بس مجرد ان انت تهذيب لكن مش ضرب عنف. الطفل بيخاف من البصه الوحشه، بيخاف من الصوت العالي. وانا بشوف ان احنا قرار ان احنا نخلف قرار مش سهل. يعني لما بقعد افكر فيه مع نفسي، انت بتجيب انسان للحياه هيطلع يا اما مكروه يا اما محبوب، يا اما هيعمل خير او شر، كل المتحكم فيه ده تربيتك انت. فالتربيه دي انت هتساب عليها، وبناء عليها هتدخل يا جنه يا نار، وهو هيعمل نفس اللي انت بتعمله معاك بس لما يكبر. فهو ابنك مرايه ليك. لو انت حضنته كتير، زودت مثلا جرعه الحنين، حضنته كتير من غير ما يعمل حاجه غلط، انت بتكلمه مثلا، لا انت اوريدي من غير ما يعمل حاجه غلط انت بتروح تحضنه. كل شويه تقول له مثلا انا بحبك قوي، ده بابا بيحبك، بابا عايز يجيب لك حاجات حلوه. لما يجي يعمل حاجه غلط قول له طب انت عارف ان انت عملت حاجه غلط ولا لا، وتناقش معاه، يعني اتعامل معاه، لانه 7 سنين هيفهم النقاش. احنا مش بنتكلم على بيبي عنده 2 أو 3، هو اوريدي هيفهم اللي انت بتقوله. طيب احنا دلوقتي خلصنا التليفونات ومحتاجين نروح لفاصل، وهنرجع لكم تاني ان شاء الله، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل واتيكيت في حياتنا من برنامجنا الحلو حياتنا. معانا دلوقتي استاذة فايزة من البحيرة. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذة فايزة، اتفضلي. ازاي حضرتك يا دكتورة؟ الحمد لله يا فندم، اتفضلي.
الله يخليك يا رب، شكرا. لو سمحت حضرتك، انا عندي في البيت مشاكل يعني مع الاسره، جوزي كده تمام على طول، يعني عندي اختي جوزي يعني تعبانه، عندها مشكله في العقل يعني، فعلى طول زعيق ودوشه، ونفسيتي تعبانه ونفسيه الاولاد تعبانه، فانا مش عارفه الحقيقه اتصرف ازاي يعني. انتوا قاعدين في بيت واحد يا استاذه فايزه؟ ايوه قاعدين في بيت واحد. ايوه دي مشكله برضو عشان موضوع التعب. طيب هجاوبك، حاضر. طيب احنا ليس على المريضة حرج، مش هينفع اقولك اي حاجة غير ان انتي تحاولي ما تحتكيش بيها كتير، الا لما تكوني انتي مؤهلة، الا انتي لما تكوني مؤهلة لده. يعني في اوقات الواحد بيكون مش مؤهل ان هو يتعامل مع حد، بمعنى انه البيت والاولاد والانشغالات، فانا يا دوب بتبقى طاقتي محدوده قوي، طاقتي النفسيه اقصد، على قد البيت والاولاد. حاولي على قد ما تقدري ان انت تخبي نفسك شويه عنهم، يعني انت في شقه وهم في شقه، اتعاملي معاها في الوقت اللي انت عندك طاقه تقدري تديها لها فيها، عشان لو هي عملت اي حاجه تزعل، طبعا ليس على المريض حرج فانت مش هتزعلي، فلو عملت اي حاجه تزعل بالتالي انت تقدري تتقبليها. في الاوقات العاديه لو هي بيصدر منها حاجات تزعل، حاولي طبعا تتجاهليها لانه هي تعبانه. وهنقول لتالت مره ليس على المريض حرج، وانت بتثابي على ده، يعني خلي دايما عندك انه يقين كده انه ربنا هيكرمك في حياتك، علشان انت قدرتي تتحملي حد تعبان، واحنا كان ممكن ربنا يبتلينا بتعب معين ونبقى محتاجين اللي حوالينا ان هم يتحملونا. مين معانا تليفون من ام احمد؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا فندم، ازيك يا ام احمد؟ عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله، اتفضلي. انا مشكلتي ان انا وحماتي، انا متجوزه ليا 30 سنه 30 سنة وتعبان يعني، وعيالي والعيال مضغوط عليهم، والبنت والواد والواد، وضغط جامد وبتسلطوا علينا على طول، ومش لاقي حل للموضوع ده. يعني والله والله انا ساعة ما جيت من مكان تاني، يعني انا اساسا مش البلد اللي انا قاعدة فيها دي، بلد تاني. فهي معذباني على طول، وكنت اي حاجة يجيبها ابنها اقسم معاها، اديها كل حاجة، اي حاجة يجيبها لها اديها منها. طب يعني ايه معذباكي؟ هي ليها 30 سنة على كده. يعني ايه اللي بيصدر منها؟ مش لاقي حد، ولحد الآن برضه ولا عارفة أجوز عيالي. طب ايه اللي بيصدر منها؟ يعني بتعذب حضرتك ازاي؟ كتير بتسلطوا عليا، مجرد ما بيروح بيجي مشعل، بيجي بيخلي البيت كله حريقة، والبيت عندي البيت رفيعة خالص من العذاب، والولد تاني والولد تاني، وطلعت لي عيالي من الكليات. انا عندي ابني في صحافه واعلام طلع من الكليه، والتاني في معهد فني، والبنت برضه في كليه دراسات. طب حضرتك حاولتي تتكلمي معاها؟ مش لاقي حل، ولحد الان منكده عليا برضه. حضرتك متاكده ان هي اللي ليها دخل في ده؟ بتتكلم بس تعبيرات وشها باين ان هي بتكرهني انا وعيالي، مش عارفه ليه. من غير سبب؟ من غير سبب كده، ومشاكل بيعمل ليا 30 سنه معاها من غير سبب والله، والمصحف من غير سبب. بقول لك اول ما جيت انا من بلد تاني، جيت كنت كل حاجه بديها منها، يعني ازاي اقول لك لما اصلا كان بقى برتي مش هتصدقي ان انا كل حاجه كنت اديها منها. اي حاجه يجيبها جوزي قبل انا ما ادوقها، والاكل اللي بعمله كنت اودي لها منه. والله يا ام احمد داين تدين. وانت صبري. المشكله ان هو بيقول لي جوزي يا دايم تدان، يعني انا بعمل معاها كل حاجه حلوه وهي برضو زي ما هي. طب انت جوزك شايف انه فين الصح؟ شايف انه هو الصح انه خلى اولاده يخرجوا من التعليم؟ ما هي تقريبا، عندها بنت، بنتها كبيره ومش متجوزه. الصبيان كلها متجوزين ما عدا هي دي. فما عارفاش اجوز عيالي، ولا عارفش ولا عيالي تعلمهم، فشلوا في تعلمهم، مفشله حياتي على طول، والبيت اللي انا فيه مش مبني. والله يا ام احمد في الحاله دي انت لازم تعتمدي على نفسك، وطالما بقى عندك ولاد رجاله هم يكملوا تعليمهم بمجهودهم الشخصي، يعني ممكن الولد يشتغل ويكمل تعليمه بمجهوده الشخصي، ما يحتاجش لانه حد يعوله او يصرف عليه. هي حاولي تتكلمي معاها، حاولي يعني تكسبي خاطرها، حاولي تفهميها ان انت بتحبيها، وان انت عايشه في
ان انت عايشه في معاها في بيت واحد، وان انتوا اهل واحده وعيله واحده، حاولي تكسبي ودها وتكسبي تعاطفها. وحضرتك يعني متجوزه بقالك 30 سنه، فاكيد هي كبيره في السن، فاعتقد انه يا حاجه من الاثنين، يا اما هي من النوعيه اللي انا قلت عليهم في الاول اللي هم ما بنعرفش نتعامل قوي مع الناس اللي عندهم ما عندهمش دين او اصول، او النوعيه الثانيه هي انها كبيره في السن فمش هتفهم ومش هتتقبل ومش هتفهم لغه الحوار اللي بيني وبينها، لمجرد ان هي شخص كبير في السن. لان حضرتك بتقولي متجوزه بقالك 30 سنه ما شاء الله، حضرتك عديتي مرحله الطفوله اللي هي صعبه، اللي هي انا مش عارف اسيب ولادي مع مين عشان اشتغل، فخلي ولاد حضرتك تكلمي معاهم وديهم طاقه ان هم يعتمدوا على نفسهم، ان هم ينزلوا يشتغلوا ويصرفوا على تعليمهم، ولازم يوصلوا لبر الامان. احنا بنشوف انه في امهات كتير جدا بتشتغل وبمبلغ بسيط قوي، وبتخلي ولادها يوصلوا لمراحل التعليم العاليه. في جروب كده جميل قوي انا بنتمي اليه، كان بيحكي على القصص اللي الام ربت فيها الاطفال بدون اب، الاب بقى توفى، الاب سافر، وسمعت قصص جميله قوي ازاي ان الام بتقدر تربي بتحارب، مش بتربي، هي بتحارب. فيعني حضرتك ممكن نقول ان انت دلوقتي بتحاربي علشان توصلي ولادك لبر الامان، وهم هيساعدوكي، هم مش اطفال، يشتغلوا ويعولوا نفسهم. وحاولي تتكلمي وتودي والدة زوجك، وهي دلوقتي ست مسنة، فأكيد يعني العمر مش هيبقى زي اللي راح، فحضرتك تقدري تكسبي ودها وتبقي كمان أثبتي على ده. أنا بس عايزة أتكلم على كمان نقطة التعامل مع الأطفال، إتيكيت التعامل مع الأطفال. الأمهات اللي بتوبخ دايما الأطفال قدام الناس ودايما تقول انه اصل هو نرفزني وعصبني، اصل انا كنت بتكلم في موضوع مهم، انت زي ما ليكي مشاعر واحاسيس هو كمان ليه مشاعر واحاسيس، هو خارج من البيت معاكي ولابس ومتشيك على اساس ان هو ليه شخصيه، وانت سميتيه باسمه وبتناديله باسمه وليه كيانه، فبالتالي فجاه بتيجي تقولي له يا زفت او تشتميه او توبخيه، اكيد ده كمان من ضمن الاطفال هو ان انا بخبط عليه زي ما انا عايزين هو يخبط عليا. ان شاء الله اكيد لينا لقاءات كتير. انا بس عايزه اقول ان الاتيكيت هو حسن التصرف، هو كمان الذكاء الاجتماعي، هو فكره ان انت تبقى ما بتحبش حد، يعني البوينت دي مهمه قوي او النقطه دي مهمه قوي، فكره ان انا اكون مش بحب حد هل معناها ان انا عامله وحش؟ فكره انه عدم الحب ملهاش علاقه باني عاملك حلو او لا، انا احترامي ليك ده واجب، شئت أم أبيت لازم أحترمك، ولكن عدم الحب ده يخليني أتجنب أن أنا أزود اختلاطي بيك، ولكن احترامك علي واجب. فالإتيكيت هو الذكاء الاجتماعي وحسن التصرف، وإن شاء الله لينا لقاءات تانية في برنامج حياتنا. وكانت معاكم شاهين دشاور، باي باي.